السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب. بإذن الله سبحانه وتعالى هنحل لاب الإيثر تشانل with باج and لاسب، وكذلك التشالنجينج تيست. اللاب بتاعنا هو نفس اللاب بتاع السبانينج تري والفيلان، بس أنا هفعل البي اي جي بي أو الباج نيجوشيشن إيثر تشانل نيجوشيشن، هفعله على الليفت سايد، والرايت سايد أنا هفعل الاي اللاسب، يعني هنا لاسب وهنا باج. يعني انا مش هشتغل اوتو، مش هشتغل اون مانوال كونفيجريشن، مش هعمل واحد اون واحد اون والقصه دي كلها، تمام؟ يعني الموضوع سهل وبسيط. تعالوا كده نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هبدا من اول سويتش 1، تمام؟ 1 سلاش 0 و 0 سلاش 3، هخش على انترفيس 1 سلاش 0 و 0 سلاش 3، هبدا ادخلهم في ايه؟ طبعا هحط هنا رينج، هبدا ادخلهم في بورت تشانل، تمام؟ سويتش بورت، لا channel group 1 mode desirable، تمام؟ ممكن اعمل channel group 1 رقم channel group من 1 ل 255 mode desirable ولا auto ولا active ولا passive. لا انا هخليه desirable عشان اشغل ال PAGP، تمام؟ ادوس انتر، بيقول لك creating a port channel interface PO1، تمام؟ كلام جميل جدا. وبعدين انا عايز اخلي البورت تشانل دي ترنك، انا عايز اخلي البورت تشانل دي ايه اللي على سويتش 1 دي الانترفيس. يعني لو جيت عملت دو شو اي بي انترفيس بريف، فالبورت تشانل 1 دي انا عايز هي اب واب، انا عايز اخليها ترنك، ما هي دي تمثل بالنسبه لي 0 1 سلاش 0 و 0 سلاش 3 في نفس الوقت، فانا عايز اخليها ترنك. طب انا عشان اخليها ترنك والانكابسوليشن بتاعها دوت 1 كيو، قدامي طريق من اثنين: اما اني اخش تحت الانترفيس بي او 1 واكتب سويتش بورت ترنك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترنك، او اما اني ادخل تحت 1 سلاش 0 تمام و 0 سلاش 3 تمام، فين 0 و 0 سلاش 3 واحولهم لترنك والانكابسوليشن دوت 1 كيو، تمام؟ فانا قصادي طريق من اثنين. طيب تعالوا مثلا على تحت الانترفيس بي او 1 اعمل سويتش بورت ترنك انكابسوليشن دوت 1 كيو، ها سويتش بورت مود ترنك. لو جيت عملت دو شوران بصوا اهو، تمام حلو قوي كده، نزل تحته سويتش بورت انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترنك، عظيم جدا. طيب تعالوا او ممكن اعمل نو سويتش بورت ترنك انكابسوليشن دوت 1 كيو، اوكي؟ لا نو سويتش بورت مود ترنك، وممكن اعمل نو سويتش بورت ترنك انكابسوليشن، اها يعني لغيت الكونفيجريشن بتاعت الترنك اللي تحت بي او 1. تعالى مثلا نعمل رينج 0 سلاش 3 1 سلاش 0، اها ممكن اعمل سويتش بورت ترنك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترنك، ولو جيت عملت دوش ران اها تمام نزل اهو، حلو كلام جميل جدا. طيب لو جيت عملت دو شو انترفيس ترنك تمام ماشي 0 سلاش 3 allowed on trunk من 1 ل 4094، بس انا كده بيعتبر عندي البي او 1 او البورت شانل 1 ده كده يعتبر ترنك. طيب لو انا جيت دخلت انترفيس رينج برضو هعمل بورت شانل 2 اللي هو 0 سلاش 1 و 0 سلاش 2، تمام؟ لو انا جيت دخلت رينج اي سميت 0 سلاش 1 و 0 سلاش 2 هعمل سويتش بورت، ممكن اخليهم بقى سويتش بورت ترنك انكابسوليشن 1 كيو سويتش بورت مود ترنك، وبعدين ادخلهم في شانل جروب 2 مود ديزايربل. ما ينفعش طبعا ادخله في شانل جروب 1، الشانل جروب 1 ده اللي فيه 0 1 سلاش 0 0 سلاش 3 اللي رايحين على سويتش 2، اما 0 سلاش 1 و 0 سلاش 2 دول اللي رايحين من سويتش 1 على سويتش 3. طيب كلام جميل جدا. انا كده كريت التو بورت شانلز اللي عندي على سويتش 1. تعالى بقى على سويتش 2، اها تعالى بقى على ايه؟ سويتش 2. في ماشي نعدي نظبط بس الدنيا بتاعتنا. اخش على سويتش 2 سويتش 2 انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش 1 0 سلاش 0 1، دول اللي واصلين من سويتش 2 على سويتش 1، تو انترفيسز دول سويتش بورت ترنك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترنك، حلو. وبعدين تشانل جروب 1 مود ممكن اخليه اوتو، حلو ممكن اخليه اوتو. الناحيه الثانيه ديزايربل والناحيه دي اوتو، فكده يعملوا نيجوشيشن مع بعض. وبعدين انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش 3 وايه بقى 0 سلاش 1 و 0 سلاش 2 0 سلاش 2 اللي رايحين من سويتش 2 على سويتش 3 سويتش بورت ترنك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترنك،
خلي بالكم ان انا لما بدخل الترنك انكابسوليشن مود ترنك وبعدين ادخل التو انترفيسز دول في شانل جروب 2 مود اخليه ديزايربل، انا كده الشانل جروب 2 هي انهرت يعني هيرث هيتقلب ترنك، يعني بما ان البورتين اللي بيكونوا بي او 2 ترنك فبي او 2 بالتبعيه يصبح ترنك. اتفهمت القصه دي؟ طيب هروح على سويتش 3 انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش 0 الى 1 اللي رايح من سويتش 3 على سويتش 1 سويتش بورت ترنك انكابسوليشن بتون كيو سويتش بورت مود ترنك شانل جروب 1 مود خليه ديزايربل والناحيه الثانيه ديزايربل على فكره ممكن اخليه اوتو يشتغل عادي جدا ورينج 0 سلاش 2 الى 3 سويتش بورت ترنك انكابسوليشن تو كيو سويتش بورت مود ترنك عظيم جدا. طيب لو انا جيت عملت شو سبانينج تري بصوا يا جماعه تعالوا مثلا هنا فيلان 10 هتلاقي ان هو على السويتش 3 جايب لك ان بي او 1 روت تمام ليه؟ هو على سويتش 3 من بي او 1 من بورت شانل 1 بورت شانل 1 اللي شايل 0 سلاش 0 0 سلاش 1 اللي هم دول اللي موصلين من السويتش 3 على سويتش 1 تمام؟ ده روت بورت اهو وبعدين بيقول لك 0 سلاش 2 0 سلاش 3 دول ديزجنيتد اللي هم المفترض رايحين على سويتش 2. طيب كلام جميل يعني حتى تلاقي يعني انت هتلاقي ان البورت شانل بتخش في السبانينج تري اصبح ما بيعرفش بيقول لك بقى ان ايه ايثرنت 1 سلاش 0 ايثرنت 0 سلاش 1 و 0 سلاش 0 اللي بيروحوا من سويتش 3 على سويتش 4 سويتش 1 بيقول لك ان الاثنين روت، لا ده بيقول لك ان بورت شانل اللي جامعه التو انترفيسز دول هو روت. المره كمان تمام حلو قوي كده. طيب لو انا جيت على سويتش 1 تعالى مثلا على سويتش 1 اوكي لو انا جيت عملت دوشو انترفيس ترنك بصوا يا جماعه هي بقى الجزئيه دي عندي بصوا اهو بورت شانل وبصوا بقى سويتش 1 بيقول لك ايه بيقول لك ايه بيقول لك ان بي او 1 بي او 1 المود بتاعه اون الانكابسوليشن 802.1 كيو ترنك ليه؟ لان البورتين اللي بيكونوا بي او 1 اها اللي هو 1 سلاش 0 0 سلاش 3 انا خليتهم ترنك وخليتهم انكابسوليشن دوت 1 كيو. بالمناسبه انا ممكن ادخل البورتين واعمل كونفجريشن الترنك تحت البي او 1 يعني ممكن اعمل العكس تمام وهتلاقي بقى ان ايثرنت 0 سلاش 3 و 1 سلاش 0 قلبوا بقى ترنك بالتبعيه من بي او 1 لان هم داخلين في ايه في الباندل بتاع البي او 1 يعني فاهمين قصدي تمام. طيب كلام جميل. لو انا جيت ممكن مثلا اروح على انترفيس بي او او انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش 1 سلاش 0 و 0 سلاش 3. بصوا يا جماعه هو مش بي او 1 ده اللي على سويتش 1 هو اللي بيتكون منه 1 سلاش 0 و 0 سلاش 3 اكيد هو مش بيقلقوا على دول كلام جميل. طب ومش 1 سلاش 0 و 0 سلاش 3 هم اللي بيكونوا بي 1 ايوه. طب انا اخش عليهم كده بعد اذنكم ممكن نعمل قلاو بيلان 10 و20 و30 و40 و50 و60 المفترض لو بي او 1 بيرث بينهرت الكونفجريشن من 1 ل 0 0 3 المفترض تتقلب الرينج ده ل 10 20 و30 و40 و50 و60 صح ولا لا؟ طيب دو شو تمام حلو قوي دو شو انترفيس ترانك اوبا بصوا يا جماعه اهو بصوا يا جماعه اهو. طيب لو انا جيت عملت دو شو سبانينج تري مثلا بيلان 10 هو الروت وبيقول لك ان بي او 1 ديزجنيتد بي او 2 ديزجنيتد لو رحت لسويتش 3 شو ران لا شو سبانينج تري فيلان 10 اكلمكم بصراحه يعني انا المفترض 0 سلاش 3 و 0 سلاش 2 اصلا ما يكونوش موجودين المفترض يكون مكانهم بي او 2 بس انا هدور دلوقتي في القصه دي ليه تمام لانه بي او 2 على سويتش 3 هو اللي جواه 0 سلاش 2 0 سلاش 3 اللي بيوصله سويتش 3 بسويتش 2. لو جيت عملت كده في مشكله بقى لو جيت عملت شو ران طيب ماشي شو ران انترفيس 0 سلاش 2 بصوا يا جماعه ده 0 سلاش 2
و0 سلاش 3 اصلا انا ما عملتش كونفيجريشن الايثر شانل تحتها. اها 0 سلاش 2 الى 3 شانل جروب 2 مود ديزايربل. حلو قوي كده. دوشو سبان. بصوا PO2 ظهرت اهي. PO2 ظهرت اهي. كانت في الاول ايه؟ كانت في الاول بتظهر 0 سلاش 2 0 سلاش 3. لا هو اختصرهم دلوقتي بقى دخلوا ايثرنت 0 سلاش 2 0 سلاش 3 في PO2. يعني بيعامل يا جماعه التو انترفيسز دول، ها يا شباب بيعاملوا التو ان بي السويتش بيعامل التو انترفيسز دول كانهم وان لوجيك انترفيس. كان لهم ايه؟ وان لوجيك انترفيس. اوامر الشو. اوامر الشو. تمام؟ شو ايثر شانل. اوكي؟ سمري. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي PO1 على سويتش 3، ده اللي بيودي من سويتش 3 لسويتش 1. اس يعني سسبندد. اوكي؟ لا الاس كابيتال دي يعني لاير 2، لان دي اس كابيتال. تمام؟ اس كابيتال لاير 2، ده لاير 2 بورت شانل. اليو معناها ايه؟ انيوز يعني اكتف. يعني ايه؟ يعني اكتف. تمام؟ داخل في البورت شانل 1 دي ايه؟ 0 سلاش 0 وحالته بي. البي يعني bundled import channel. bundled import channel. خلي بالك بيقول لك ان هنا number of channel group in use السويتش ده عليه كام port channel؟ 2. number of aggregators. number of aggregators يعني كام port عندي متفاعل عليه الدايناميك نيجوشيشن بالباج او اللاسب. طيب كلام جميل قوي. ده بالنسبة بقى لسويتش 1 و 2 و 3 ممكن اعمل شو ايثر شانل. حلو. بورت شانل. اوكي يقول لي ان انا عندي بي او 1 بورت شانل 1. يقول لك البروتوكول بتاع نيجوشيشن ده باج. اوكي الاجريجيشن ان يوز. الاجريجيشن ان يوز. تمام حلو قوي كده. ده البورتس اللي داخلين. اوكي ديزايربل. ديزايربل هنا ديزايربل. تمام جدا. ممكن نعمل لو عايز اعمل بقى ايه اللود بالانس ايثر شانل. لا بورت شانل. بورت شانل لود بالانس. اوكي ممكن اعمل بالسورس ماك او بالديستنيشن ماك. هتقول لي طب يا باشمهندس في حاجه اسمها سورس اي بي وديستنيشن اي بي. ده الخاص بالبورت شانل لاير 3 او لاير 3 ايثر شانل. ده ان شاء الله في مستوى السي سي ام بي. ده بره النطاق اللي احنا بنتكلم فيه. طيب كلام جميل. ممكن احدد بس مثلا اللود بالانس هنا هيكون بالسورس ماك. اها ادوس انتر. اوكي وعلى سويتش 1 برضو احدد ان البورت شانل سورس لود بالانس سورس ماك. ممكن على سويتش 2 احدد انترفيس. لا بورت شانل. بورت شانل لود بالانس سورس ماك. سورس ماك. وهكذا. طيب تعالوا بقى على سويتش 4. هعمل على سويتش 4 بقى و6 و5 افعل عليهم البورت شانل بس بالنيجوتيشن بروتوكول اللاسب. اوكي طيب تعالوا بقى ايه ننزل على التوبولوجي. نروح على سويتش 4 وابدا كده بقى ايه خش كونفتي انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش 1 2. ده اللي بيودي من سويتش 4 الى سويتش 6. اللي بيودي من سويتش 4 لسويتش ايه لسويتش 6. كلام جميل. ممكن نعمل ايه كده بس. تمام عشان بس ايه نظبط الدنيا عندنا كده. حلو. طيب سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك شانل جروب 1 مود باسيف. لا مش باسيف بقى. ممكن ده اعمله اكتف. ممكن الناحيه الثانيه اعملها باسيف. او ممكن ده اعمله باسيف والناحيه الثانيه اكتف. بس ما ينفعش الاثنين باسيف. زي كده في الباك ما ينفعش الاثنين او 2. وبعدين رينج برضو 1 سلاش 0 و 0 سلاش 3. هعمل بورت شانل 2 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن 2 كيو سويتش بورت مود ترانك. ال 1 سلاش 0 و 0 سلاش 3 اللي بيودوا من سويتش 4 الى سويتش 5. فده هدخلهم شانل جروب 2 مود اكتف. طيب هروح على سويتش 6. انيبل كونف تي انترفيس رينج ايثرنت 0 سلاش 0 ل 1. لو انت لاحظت على
switch port بيقول لك ان 0 slash 3 suspended less currently not enabled in the remote port. يعني 0 slash 3 بيقول لك ان الريموت بورت اللي قدامي اللي هو 0 slash 2 is not enabled, مش enabled عليه اللاسب. اوكي, وطبعا انا لسه ما خلصتش, لسه ما عملتش الكونفيجريشن بتاعتي. تمام, كذلك قال لك برضه 0 slash 1 و 0 slash 2 بيقول لك برضه 0 slash 1 و 0 slash 2 بيقول لك ان انا على سويتش 6 انا لسه ما مش ملاحظ اي حاجه. يعني لو انا جيت عملت, يعني بيقول لك ان الكونفيجريشن بتاعت اللاسب مش على الريموت بورتس. فعلا انا لسه ما دخلتش الكونفيجريشن على سويتش 6 ولا 5. ممكن اعمل ايثر شانل شو ايثر شانل سامري, يقول لك ان هم في حاله الاس يعني لاير 2 الدي يعني داون, هم داون لان انا لسه على سويتش 6 وسويتش 5 لسه ما عملتش الكونفيجريشن بتاعت اللاسب ايثر شانل. بس المفترض لو انا خلصت الكونفيجريشن بتاعت اس 6 المفترض بي او 1, لان بي او 1 دي اللي فيها الايثرنت 0 سلاش 1 و 0 سلاش 2 اللي بيودوا من سويتش 4 الى سويتش 6 المفترض يتقلب من اس دي لاس يو اليو اليوز. طيب سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك شانل جروب, هل لازم ان الشانل جروب دي الرقم بتاعها هيكون مطابق للريموت شانل جروب؟ يعني الاثنين الناحيه دول انا دخلتهم في شانل جروب 1, هل لازم الناحيه الثانيه دي تكون 1 زيها؟ لا مش لازم. تمام, مود هو اكتف, ممكن الناحيه دي اعملها باسيف, الناحيه الثانيه كانت اكتف الناحيه دي ممكن اعملها باسيف. واخش على رينج ايثرنت 0 سلاش 2 3 اللي رايح من السويتش 6 على السويتش 5 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك شانل ترانك شانل جروب 2 مود اكتف. بروح على السويتش 5 ابدا اعمل برضه كومبليشن رينج 0 سلاش 1 الى 2 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن 1 كيو سويتش بورت مود ترانك, ده اللي بيودي من سويتش 5 الى سويتش 4 ورينج وبعدين هنا شانل جروب 1 مود اكتف, الناحيه الثانيه اكتف, ممكن اخلي الناحيه دي باسيف مش قصه. كل الطرق تؤدي الى روما. 0 سلاش 3 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن 1 كيو سويتش بورت مود ترانك عشان اخلي البورت شانل بتاعتهم اللي هي هتكون بورت شانل 2 ترانك زيهم. تمام, كلام جميل. تعال على سويتش 4. بص سويتش 4 بيقول لك ان ايه, بورت شانل 1 از اب وبورت شانل 2 از اب. اوكي كلام جميل. طبعا هم ما قاموش في نفس اللحظه لان انت قال لك ان عند الساعه 4 و64 دقيقه وثانيه قام بورت شانل 1, وبعدين قال لك ان عند الساعه 4 و46 دقيقه و23 ثانيه قام بورت شانل 2, لان بورت شانل 1 قام وانس ان انا خلصت الكونفيجريشن سويتش 6 بورت شانل 2 وانس ان انا خلصت الكونفيجريشن سويتش 5. لو انا جيت عملت نفس الامر تاني هتلاقيه تحول الى اس يو اس يو. كلام جميل. لو انا جيت عملت شو انترفيس ترانك اها بورت شانل 1 و2 دخلوا اهو في الايه في ال الكونفجري في ال 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 الترانك انكابسوليشن, هتلاقي الترانك انكابسوليشن حتى هنا 802.1 كيو الستاتس ترانكينج. خلي بالكو في برضو ملحوظه في بعض الناس بتسال هو ايه الفرق بين الفي لانز اللاود ان ترانك والفي لانز اللاود ان اكتف ان مانجمنت دومين. بصوا يا جماعه, لو انا الفي لان اللاود الفي لانز اللاود ان ترانك هي الفي لان اللي انت حددتها اللي انت عملت لها الاو على على ايه الترانكات, مثلا بي او بي او 1 وبي او 2 حددت عليهم 10 20 و 30 و 40 و 50 و 60. طيب افرض 10 20 و 30 بس هم اللي شغالين و 40 و 50 و 60 مش شغالين, يعني مفيش كوميونيكيشن او سيشنز بتتفتح في فيلان 40 و 50 و 60, فهيقول لك ان الاكتف دومين مانجمنت الاكتف مانجمنت دومين دلوقتي اللي شغال دلوقتي 10 20 و 30 بس, مش 40 و 50 و 60 مش 40 و 50 و 60, هتلاقي 40 و 50 و 60 موجودين في الالاود, ولكن لو ما فيش اي كوميونيكيشن حاصل ما بينهم. تمام, اي داتا بتمشي من فيلان 40 لفيلان 40 او من فيلان 40 ل 50 او العكس وهكذا برضو مع فيلان 60, هتلاقي ان 40 و 50 و 60 موجودين في الالاود اللي انت عملت لهم الاود لكن هم مش اكتف, هم مش اكتف. انا يعتبر خلصت كده اللاب. تعالوا بقى ايه نحل مع بعض التشالنجينج تيست. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم, نقفل كده التايمر اون. بيقول لك what parameter can be different on ports with an ether channel, ايه البارامتر اللي ممكن يكون مختلف ما بين البورتس اللي داخلين في الايثر شانل.
خلي بالكم يا جماعه، عشان ادخل بورتين في ايثر شانل زي ما انا مثلا عندي هنا سويتش 4، انا دخلت في سويتش 4 مثلا في البيبو يعني ايثر نت 0 سلاش 1 و 0 سلاش 2، دخلتهم فين؟ دخلتهم في بورت شانل 1. عشان يخشوا بورت شانل 1 البورتين دول لابد ان يتطابقوا في السرعه السبيد تمام و الدوبلكس مود، يعني واحد فول الثاني لازم يكون فول، واحد دوب هاف الثاني لازم يكون هاف، اوكي. والانكابسوليشن بتاعت الترنك، يعني لو ده دوت 1 كيو ده لازم يكون دوت 1 كيو زيه تمام. طيب ممكن يكونوا مختلفين في ايه؟ ممكن يكونوا مختلفين في الدايناميك ترانكين بروتوكول نيجوشيشن سيتنجز، يعني انا ممكن اخلي واحد ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو ستاتيك، وممكن اخلي واحد نيجوشيشن او في وضعيه الدايناميك نيجوشيشن مش الدايناميك ديزايربل، يعني هو ترانك اوريدي ولكن الانكابسوليشن انا حددته كنيجوشيشن تمام، بحيث ان هو يقلب لدوت 1 كيو من الناحيه الثانيه، فده اللي ممكن يحصل في يكون في اختلاف ما بينهم. بس لو خلي بالكم لو انا عندي التو بورس دول، ده مثلا حددته انكابسوليشن دوت 1 كيو، ده حددته دوت 1 كيو، ده حددته دايناميك، فالدايناميك ده لازم يقلب لدوت 1 كيو، وده عن طريق الريموت بورت، يعني الريموت بورت هيعمل نيجوشيشن مع الريموت بورت اللي على الناحيه الثانيه، فلازم الريموت بورت ده يقلب ال 0 سلاش 2 يقلب لدوت 1 كيو عشان يبقى زي الثاني. لان لو قلب الريمو بورت اللي قصاد 0 سلاش 2، لو قلب 0 سلاش 2 خلاه اي اس ال، هيحصل كومبلكت في البورت شانل ما بين التو بورتس. طيب نتورك ادمنستريتور كرييتس ا لاير 3 ايثر شانل باندلينج فور انترفيسز انتو شانل جروب اون وات انترفيس از اي بي ادرس كونفيجرد. بصوا يا جماعه هو البورت شانل كلاير 3 مش عليك في السي سي ان اي ككونفيجريشن، لكن كناحيه نظريه بمنتهى البساطه كده. والصراحه انا مش متفق مع اساسكم خالص ان هي تنزل البورت شانل كلير 3 في مستوى سي سي ان اي، لان انت المفترض قبل ما تاخد البورت شانل كلير 3 المفترض تدرس المالتي لاير سويتشنج، يعني ازاي احول السويتش الى راوتر من الاخر. بصوا يا جماعه لو انا عندي مثلا لينكين دخلتهم ببورت شانل، فانا الاي بي يعني مثلا انا عندي السويتش ده، ممكن اخلي السويتش ياخد يعني ممكن اخلي بورت السويتش بدل ما يشتغل كلاير 2 ممكن اشغله كلاير 3. كذلك البورت شانل ممكن اخلي البورت شانل بدل ما يكون اس يو يعني اس اللي هي لاير 2 ممكن اخليه لاير 3، وادي اي بي للبورت شانل، الاي بي بينزل تحت البورت شانل 1، يعني اخش انترفيس بورت شانل 1 وادي الاي بي لبورت شانل 1، مش انزل تحت كل انترفيس. يعني كان الترنك كنت بقول لك انزل تحت كل انترفيس وحدد الترنك او اما تحت البورت شانل 1، لكن في الاي بي لا، لازم انزل انترفيس بورت شانل 1 وادي له الاي بي. تمام، كلام جميل جدا. فاجابه السؤال عندي هنا ايه؟ انتر ذا بورت شانل 1 انترفيس مش the highest number member interface او all member interfaces او the lowest number، لا هو تحت البورت شانل. اوكي جيت عملت شو انسر. نروح للسؤال اللي بعده. هنا بقى بيقول لي جاب لي كده ايه شو ران او شو ايثر شانل سامري على سويتش 1 وسويتش 2. تمام، تعالوا بس قبل ما نبص على اي حاجه كده. هنا بيقول SCU ماشي، البروتوكول لاسب واحد شغال باندل دو التاني داون، اوكي. طيب وهنا بي او 1 لاسب واحد باندل دو التاني داون، في مشكله ما بين فاست تيتانيزيوس داش 1 ده وده لان هم موجودين كده داون. طيب جه عمل شو انترفيس فاست تيتانيزيوس داش 1. بصوا انا قبل ما ابص على المطلوب، فاست تيتانيزيوس داش 1 از داون، بروتوكول از داون، ديسيبلد disabled. تمام، وهنا disabled ماشي. اوكي بيقول لك if the device produces a given output what the cause of ether channel problem. هو انا عشان ابص على المشكله، يعني انت عارف برضو انا كده عايز برضو اركز كده في الايه بالشو encapsulation ماشي، لو باك نقصان ماشي، فول دوبلكس ده فول، ده 10 ده 10 لا ده 10 ده 100. ده كده في ايه؟ في سبيد مس ماتش مفترض كده. يقول لك سويتش 1 فاست تيتانيزيوس سويتش 1 انترفيس ادمنستريفلي شوت داون، لا مش ادمنستريفلي شوت داون، كان هيكتب لي بدل داون هيقول لي ادمنستريفلي، لان بروتوكول از ادمنستريفلي داون. There is an encapsulation mismatch between switch 1 فاست تيتانيزيوس سويتش 1 و 0 سلاش 1 وسويتش 2 فاست تيتانيزيوس سويتش 1 انترفيسز، لا الام تي يو في مس ماتش في الام تي يو، لا مفيش مس ماتش في الام تي يو لان ده 1500 ده 1500. There is a speed اهو، there is a speed mismatch ايوه
تمام. طيب سؤال كمان بيقول لك انترفيس بس تنزل اشوان هنا شانل جروب مود اوتو ماشي يعني باج سويتش بورت ترانك الكابسوليشن 1 كيو سويتش بورت مود ترانك و 0 سلاش 2 شانل جروب 1 مود اوتو سويتش بورت ترانك الكابسوليشن دوت 1 كيو ماشي. بيقول لك النتورك ادمنستريتورز كونفجرينج هو كده عمل كونفجريشن اس دبليو 1 المفترض اس دبليو 2 يعمل برضه شانل جروب 1 او 2 ايا كان مود اما ديزايربل المفترض طالما اوتو لازم ديزايربل يعني طالما الناحيتين دول اوتو لازم الناحيتين دول ايه لازم يكونوا ديزايربل اصلا يعني. بيقول لك ماشي بيقول لك ايه is configuring an ether channel between S1 and S2 the SW1 configuration is shown what's the correct configuration for S2. طيب تعالى بقى first transistor slash 1 group 1 mode active active لأ لان اوتو ده الاوتو ده باجب اما ده لاسب الاكتف ده لاسب. طيب 1 و 2 اوتو برضو لا ما ينفعش اوتو قصاد اوتو. طيب ديزايربل ديزايربل ماشي ده شانل جروب 1 مود ديزايربل ده ديزايربل زيه كابسوليشن 1 كيو ترانك هو ده الاجابه هي دي الاجابه الصح. طبعا لو جينا بصينا على دي مثلا دي ما تنفعش برضو بس ده لاسب لكن هم معمول اوتو ده باجب. اوكي كلام جميل جدا. اخر سؤال باستري ثانيز 0 سلاس 3 بيقول لك بورت ستيت 1 ماشي شانل جروب 2 المود باسيف داخل في ماشي بورت شانل 2 بيقول لك وات سيت اوف كوماندز واز كونفيجرد اون انترفيس باستري ثانيز 0 سلاس 3 تو برودوس ذا جيفن اوتبوت. المفترض ده باسيف يعني المفترض يكون دخل شانل جروب 1 مود باسيف تمام فهنا باسيف اها طيب اهو هو المفترض الاجابه دي على ما اعتقد يعني هو ده الاجابه شانل جروب 2 مود باسيف او 1 ايا كان بس هو قال لك هنا 2 مود باسيف. عرفت منين؟ لان مود كاتب لي في الاوتبوت باسيف وبعدين بيقول لك ان هو انكاسيشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك. تمام جدا. في المحاضره النهارده حلينا مع بعض لاب الايثر شانل وفصصناه وشرحناه بالتفصيل الممل وكذلك حلينا التشالنجنج تيست. أتمنى تكون المحاضرة عجبتكم. أشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.